حقيقة زيارتنا إلى محافظة ديوانية ولقائنا بسيادة المحافظ والحكومة المحلية لغرض الاطلاع على المشاريع التي تقوم بها الوزارة في هذه المحافظة، هذه المحافظة الزراعية المهمة التي تحتاج إلى دعم كل وزارات الدولة وبالخصوص وزارة الموارد المائية، وعازمون على دعم هذه المحافظة بالكثير من مشاريع الاستصلاح والمشاريع الأخرى التي تخص عمل وزارتنا. زيارتنا هذا اليوم للاطلاع على المراحل النهائية لمشروع استصلاح أراضي الديوانية شافعية، هذا المشروع المهم الذي تم تنفيذ فيه طريقة الري الحديث ويسمى بطريقة القنوات المعلقة، نقل المياه بهذه الطريقة، والتي تسعى من خلال الوزارة إلى التحول من الري التقليدي إلى الري الممكنن أو الري الحديث، لأنه الجميع يلاحظ انحسار الأمطار، التغيرات المناخية، فيجب على الوزارة أن تنظر بجدية متكاملة لغرض تطوير مشاريعها القديمة والمشاريع الروائية وأي مشاريع روائية جديدة تكون وفق الري الحديث، حتى نستطيع من زيادة المساحات الزراعية، زيادة الغلة الزراعية، وأيضا التقنين في استخدام المياه. اليوم نلاحظ في بعض الأحيان الكلام عن كميات من المياه، هذه الكميات عندما يكون هناك ري حديث، عندما تكون هناك تقنين لاستخدامه، نلاحظ زيادة بالغلة الزراعية، أي أننا عندما نتحول إلى ري الحديث نعمل على زيادة المساحات الزراعية، لأنه سوف يكون هناك استخدام أمثل للمياه بطريقة علمية، وهذا ما نعمل عليه وحريصين على تطبيق على توسيع هذه التجربة وفي محافظة الديوانية، وإن شاء الله نتوسع في كل المشاريع الاستصلاح في محافظة الديوانية باستخدام نفس هذه الطرق الحديثة بالري. لا توجد مشكلة في هذا الصيف، الوزارة حريصة على تأمين كميات المياه للخطة الصيفية، نطمئن الجميع ونحن في محافظة الديوانية والتي أيضا تعتبر من الذنائب أن المساحات الزراعية ستكون جيدة حسب ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الزراعة، ونطمئن أيضا الجميع أنه لا توجد لدينا مشكلة. الوزارة اعتمدت على سياسة حكيمة في إدارة الموارد المائية مكنتها من تأمين المياه للأغراض الصيفية والأغراض الشتوية القادمة بالرغم من انحسار الأمطار وبالرغم من التغيرات المناخية وحالة الجفاف التي تصيب المنطقة. سبق وعلنا أننا لن نواجه أي مشكلة خلال هذا الصيف، لا يوجد لدينا تحدي سوى تحدي في محافظة ديالى، والجميع حريص على أن نصل إلى تفاهمات مع الجارة إيران لغرض حسم هذه المشكلة. الوزارة اتخذت إجراءات في محافظة ديالى، عالجنا الموقف وحريصين على أنه لا نصيب أي محافظة بأي ضرر بالرغم من انحسار الأمطار والتغيرات المناخية. يعني الشغلة العملية الأهم في التعاون مع دول الجوار أن يكون هناك تقاسم، في حالة الفيضان يكون تقاسم لهذه الفائدة، وفي حالة الجفاف وانحسار الأمطار يجب أن هناك تقاسم للضرر. تقاسم الضرر أي بمعنى أنه من غير المنطق أن تستحوذ دول عالي المنبع على كل الكميات ولا تطلق أي شيء لدول المصب، وهذا حقيقة يعني شأن مخالف لكافة المواثيق، أي أنه نحن نعلم أن هناك شحة في المنطقة وهناك انحسار بالأمطار، ولكن عندما يكون لدول المنبع انخفاض في الخزين بنسبة قد تصل إلى 30%، نلاحظ أن دولة المصب انخفاض يصل إلى 90%، وهذا ما حصل في ديالى. فلذلك يجب أن يكون تعاون، يجب أن تكون تقاسم لهذا الضرر. نحن لا نطلب كميات كالوفرة المائية، نطلب الكميات بموجب الشحة. لدينا معلومات عن الخزين المتوفر في الجارة إيران، ولديهم معلومات أيضا عن الخزين المتوفر لدينا في العراق. لذلك يجب أن يكون هناك توازن، أي أنه أنت من حقك تشرب مي وتزرع، وأنا أيضا من حقي أنه أشرب مي وأزرع حسب النسب المتفاوتة. لا نطلب كميات خيالية، نطلب كميات بمبدأ تقاسم الضرر ما بين البلدين والمصالح المشتركة. شكرا جزيلا.